إذا ما أردت تلقين الأبكم بكلمة التوحيد وأردت أن أبين له تعاليم الإسلام، فكيف تنصحونني وما هي الطريقة المثلى لذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الأصم والأبكم في وقتنا الحاضر قد خصصت لهم مدارس يعلمون فيها ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، فعلى السائل أن يراجع مدارس الصم والبكم ويسألهم عن الطريقة التي يتبعها في تعليمهم. نعم.